السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة من حلقات وورلد سبورتس. بنكون معاكم كل يوم جمعة، معلش اتأخرنا عليكم النهاردة لمدة ساعة بسبب نهائي تنس الطاولة للنادي الأهلي فاز بيه. هنبقى معاكم إن شاء الله من الساعة 6 وحتى الساعة 7:30 علشان نتكلم في كل الأحداث العالمية. بنتكلم في كل الأمور الخاصة بالكرة الأوروبية العالمية، هنتكلم معكم أكتر في أحداث الأسبوع الماضي والأخبار وأبرز المواجهات والمباريات، وأيضا هنتكلم على أسبوع قوي جدا هيبدأ من بكرة في أسابيع الحسم للدوري الإنجليزي، طبعا مباراة تشيلسي وليفربول واللي انتهت بفوز ليفربول 2-0 وصلاح يحرز هدف رائع زي ما جمهور تشيلسي وصف محمد صلاح بالمفجر الإرهابي. محمد صلاح نجح انه يفجر مرمى تشيلسي بهدف رائع جدا جدا جدا. محمد صلاح بيرفع رصيده من الاهداف ل 19 هدف علشان يتساوى مع سيرجيو اجويرو لاعب مانشستر سيتي وايضا هداف الدوري الانجليزي. محمد صلاح للموسم الثاني على التوالي بيتصدر هدافي الدوري الانجليزي مع اورا ساديو ماني لاعب ليفربول، طبعا قوة ضربة كبيرة جدا في هجوم ليفربول، ثلاثي خطير صلاح وفيرمينيو وماني. محمد صلاح من مباراة تشيلسي إلى دوري الأبطال ومباراة بورتو، وبينجح ليفربول بالفوز برباعية على ملعب دراجاو في البرتغال. مباراة كانت قوية لكن المباراة الأولى سهلت الأمور على فريق ليفربول وقدر إنه يفوز بثنائية، وبالتالي مباراة البرتغال ليفربول ينجح إنه يتخطى فريق بورتو بكل سهولة. صلاح بيصنع هدف أول، الفار بيأكد صحته لساديو ماني، وبعديها محمد صلاح بيحرز هدف لتأكيد صعود فريق ليفربول. أما طبعا باقي اللقاءات كانت برشلونة ومانشستر يونايتد، وفوز مستحق لبرشلونة على مانشستر بثلاثية. برشلونة من 2015 لم ينجح في الصعود إلى دور قبل النهائي وفك العقدة، عقدة كانت كبيرة جدا بالنسبة لميسي وسواريز ورفاقه، لكن فالفيردي بينجح إنه يفك العقدة. أما بقى مباراة أياكس ويوفنتوس، وأياكس بيفكرنا كده بأيام كرويف وأيام نجوم أياكس أمستردام في لعب الكرة الجميلة، قدروا إن هم يقصوا فريق يوفنتوس من دور الثمانية زي ما أقصوا فريق ريال مدريد قبليه علشان ينجحوا في إدراك دور نصف النهائي بعد إقصاء ناديين من أكبر الناديين اللي موجودين في العالم، وأحد المرشحين ريال مدريد أكيد واحد من المرشحين وحامل اللقب لثلاث مرات على التوالي. أما فريق يوفنتوس بوجود رونالدو فهو كان المرشح الأقوى بعد ما يوفنتوس عمل ريمونتادا أمام فريق أتلتيكو مدريد ونجح بالفوز 3-0 الهاتريك عن طريق رونالدو، لكن رونالدو أحرز هدف المباراة الأول وهدف المباراة اللي كان في ملعب اليوفنتوس، وبالتالي هدفين رونالدو لم ينجح في إيصال يوفنتوس إلى دور نصف النهائي. مفيش شك إن أياكس بيقدم كورة جميلة جدا جدا، عندهم اتنين لعيبة من أحلى ما يمكن، فرانكي ديونج اللي انتقل إلى نادي برشلونة خلاص رسمي، وماتيس ديليخت كابتن الفريق ومدافع الفريق وصاحب هدف التأهل، واللي في طريقه هو كمان ب 80 مليون يورو إلى نادي برشلونة. أما توتنهام ومانشستر سيتي، وما أدراك ما المواجهة، مواجهة كانت يعني إيه الحلاوة دي وإيه الجمال دي وإيه كرة القدم دي، وإزاي الفار يا جماعة بيموت فرق وبيحيي فرق. شفنا الهدف اللي أحرزه ستيرلينج في الدقيقة الأخيرة اللي كان سبب كبير جدا في صعود مان سيتي، وكله احتفل وكله كان بيجري وكله قال خلاص السيتي دخل في دور قبل النهائي، لكن الفار بيكون ليه وقفة حاسمة. الفار بيقتل طموحات مانشستر سيتي وبيقتل طموحات بيب جوارديولا علشان خاطر يعزز وجود توتنهام، الفريق المجتهد، الفريق اللي ما تعاقدش مع اي لعيبه خلال طبعا فترتين انتقاليتين هي الشتوي الاخيره والصيفي الاخير، وبالتالي كمان اصابه هاري كين، لكن عندهم لعيب اسمه سون الكوري الجنوبي اللي بيتمتع بمهارات عاليه قوي، راجل مبدع في الملعب. هو واريكسون وفرناندو لوريانتي لما نزل الشوط الثاني او لما كان موجود او لما احرز هدف، ولوكاس مورا وباقي نجوم فريق توتنهام قدروا ان هم يحرجوا فريق السيتي. خلاصه دوري ابطال اوروبا يا جماعه علشان نكون بس متفقين يفتقد الى شخصيه معينه، دوري ابطال اوروبا عايز شخصيه من نوع خاص، عايز شخصيه بطل، عايز شخصيه واحد عنده طموح،
لكن مهما ان انت تتعاقد وتشتري وتودي وتجيب ويبقى عندك بدل اللعيب 10، ده مش هيخليك تاخد دوري على الابطال. دوري الابطال محتاج شخصيه، شخصيه برشلونه، شخصيه اليوفنتوس، شخصيه ريال مدريد، لكن الانديه اللي بتعتمد على شراء اللعيبه بشكل رهيب زي ما احنا شايفين. انا بتكلم على السيتي، بتكلم على باريس سان جيرمان، بتكلم على الانديه اللي محتاجه فعلا تكون عندها شخصيه البطل من ناحيه القياده الفنيه، من ناحيه جوه الملعب. اللاعب اللي ما بداش قبل كده دوري الابطال اعتقد من الصعب ان هو يحمس زمايله ويكون كمان واحد من اللعيبه الملهمه لزمايله جوه الملعب. شفنا يوفنتوس مع رونالدو كان واحد بس يعني قدر ياثر في مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، لكن الحلم ما طولش، فضل موجود بس لحد دور الثمانية وخرج بعديها ايفنتس. بكره ان شاء الله يكون عندنا لقاءات مهمه جدا 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 في الدوري الانجليزي، لكن قبل ما اروح للقاءات الدوري الانجليزي اقول لحضراتكم بكره عندنا ايه. ما ننساش دوري الابطال، ان ليفربول هيلاقي فريق برشلونه في دور قبل النهائي، وايضا توتنهام هيلاقي اياكس في مباراه كره قدم خالصه من المتعه والاثاره والجمال. دوري الاوروبي ايضا قبل ما انسى، دوري الاوروبي استمتعنا بلقاءات كبيره جدا، لكن ارسنال بيصعد ليلاقي فالنسيا في دور قبل النهائي، ايضا اينتراخت فرانكفورت بيحقق مفاجاه ان هو يكون موجود في دور قبل النهائي، لكن امام خصم عديد وخصم قوي هو تشيلسي الانجليزي. وبالتالي عندنا اثنين لعيبه مصريه، محمد صلاح ومحمد النني، قدروا ان هم في موسمين متتاليتين يكونوا موجودين في دور قبل النهائي، سواء في دوري الابطال او الدوري الاوروبي. هل هنشوف الدوري الاوروبي مواجهه انجليزيه خالصه ما بين تشيلسي وما بين ارسنال، ولا هنشوف اسبانيه المانيه، ولا المانيه انجليزيه؟ كلام كتير جدا هنشوفه في الدوري الاوروبي. ايضا كمان في دوري الابطال هنشوف ايه المواجهه النهائيه اللي ممكن نشوفها، هنشوف برشلونه ولا ليفربول، ولا هنشوف توتنهام، ولا هنشوف اياكس. بكره في الدوري الانجليزي السيتي هيلاقي فريق توتنهام في المواجهه الثالثه في 10 ايام في الدوري الانجليزي على ملعب الاتحاد، على نفس الملعب اللي لعب فيه فريق توتنهام في اخر مباراه اللي كانت من ايام قليله جدا في دوري الابطال. كلنا اكيد نفسنا ان السيتي يتعثر امام توتنهام، لكن انا شايف ان الموضوع صعب جدا جدا. تبقى لجوارديولا علشان او يبقى لجوارديولا بطوله علشان يحقق الثلاثيه، حقق كاس الرابطه، وايضا في طريقه الى تحقيق كاس الاتحاد الانجليزي، وفي طريقه الى تحقيق الدوري الانجليزي لو فاز في كل لقاءاته المقبله. نتمنى توتنهام يعني يعمل نتيجه ايجابيه ضد فريق مانشستر سيتي. كمان في نفس الاسبوع يوم الاحد ليفربول هيلاقي فريق كارديف سيتي على ملعب كارديف سيتي، مباراه اكيد هتكون صعبه جدا، لكن كلنا عندنا امال وطموحات كبيره جدا على محمد صلاح ومانيو فيرمينيو ان هم يقدروا يحسموا الثلاث نقاط. ما ننساش ان طبعا في هذا الاسبوع ايضا السيتي هيواجه مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد، ودي اخر مباراه بالنسبه لنا عندنا امل كبير جدا فيها ان السيتي يتعثر فيها. عندنا لقاءين في الاسبوع ده، توتنهام واليونايتد، اتمنى كل التوفيق للناديين سواء اليونايتد او توتنهام في سبيل محمد صلاح. ما عندناش اي هدف وما عندناش اي طموحات ولا احلام غير نشوف محمد صلاح نجمنا الكبير جدا، نجمنا المحترف في الدوري الانجليزي، يكون متوج بلقب دوري الانجليزي عشان يكون اول مصري في التاريخ يحقق البطوله الانجليزيه كمان قدام برشلونه. اكيد نتمنى فريق ليفربول ان هو يفوز، حتى لو بنحب برشلونه لكن بنحب محمد صلاح اكتر وبنحب ابن بلدنا اكتر علشان يكون موجود في نهائي دوري الابطال، يستحق ان هو يكون موجود. كلام كتير جدا هنتكلم عليه، واخبار انتقالات واخبار في الصحف العالميه زي ما حضراتكم متعودين، بيكون معانا حاجات بنكون حريصين ان احنا نجيبها لحضراتكم علشان تشوفوها هنا معانا فقط على قناه الاهلي في برنامج وورلد سبورتس. هنروح لفاصل وبعديها نرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، وكالعاده هنبدا معاكم بفقره اغلفه الصحف العالميه علشان نشوف الصحافه اتكلمت وقالت ايه بعد اسبوع قوي جدا من دوري الابطال واليوروبا ليج، واللي الانديه الانجليزيه موجوده والانديه ايضا الاسبانيه. وهنبدا معاكم من التليجراف ونشوف كاتبه ايه في اولى الصحف العالميه الانجليزيه. والعنوان الرئيسي لصحيفه التليجراف بتقول في رحله البلوز، ثنائيه بيدرو تضع تشيلسي في نصف النهائي وتبقي ساري على الخط ليحصد اول لقب له بعد 30 عام. وايضا الكلام على ارسنال، هدف رائع من لاكازيت يحصد لارسنال الفوز والصعود لملاقات فالنسيا. الجريده الثانيه اللي موجوده معنا ذا صن الانجليزيه،
النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي يقاطعون ليردوا على الكره العرقي. طبعا واضح ان كالعاده في هدافات عنصريه لكل اصحاب البشرات السمراء وايضا للعيبه العربيه في اوروبا، وبالتالي العنوان الرئيسي زي ما حضراتكم شايفين انف، كفايه خلاص، لازم يكون في رد قاطع بالنسبة لمواجهة العنصرية وخاصة في الملاعب الإيطالية. طبعا الحظ الجيد، طب ده كلام لكازيت وهدفه اللي أحرزه امبارح في مباراة أرسنال ونابولي، وفرحة يوناي أمري تغطيها إصابة رامسي، أكيد إصابة هتؤثر على الفريق الفترة القادمة، وطبعا تهديد بوتشيتينيو المدير الفني لتوتنهام بالنسبة لمانشستر سيتي، قدر أنه يخرج فريق سيتي من دوري الأبطال وعنده مباراة مهمة جدا معاه في الدوري الإنجليزي بكرة على ملعب الاتحاد. نروح للميرور الإنجليزية، وبوتشيتينيو المدير الفني لتوتنهام قال هذا قدرنا، الإيمان والعمل الجاد سيساعدنا في الوصول للمجد الأوروبي. على فكرة ده تاني مرة فريق توتنهام يوصل فيها لنهائي لنصف نهائي دوري الأبطال من سنة 62، وبنتكلم على فترة كبيرة جدا، علشان كده الاحتفالات بعد المباراة كانت قوية جدا، وهنشوفها معانا في فقرة الفيديوهات ازاي لاعبي فريق توتنهام احتفلوا بصعودهم إلى دور قبل النهائي. ميلنر وتصريح على لسان ميلنر أحد كباتن فريق ليفربول، السيتي سيعودون ليضربوا من جديد، والآن فريقان آخرين في نصف نهائي اليوروبا ليج، بيدرو يحجز مقعدا للبلوز، ولاكازيت ينهي العملية الإيطالية، ورافا يحصل على الكنز. نروح للجارديان الإنجليزية والعنوان على تشيلسي وأرسنال، وبتقول تشيلسي وأرسنال يهدفون لجعل طرفي النهائي إنجليزي، أو الاثنين يكونوا إنجليز ما عندهمش أي مشكلة، أي واحد منهم هيفوز هيكون موجود في المباراة النهائية. نهائي الدوري الأوروبي على الطاولة لفرق لندن بعد نجاة البلوز من رعب سالفيا براجا، ولكن إصابة رامسي هي الغيامة السوداء في الفوز على نابولي. ومدرب السبيرز يهاب الجرح العاطفي الناتج من خسارة السيتي. نروح للديلي ستار الإنجليزية ونشوف كاتب ايه. طبعا الكلام على سالفيا براجا، الأحد الأندية القوية اللي قدموا موسم رائع جدا من اليوروبا ليج، كاتبة سلافيا براغ أدخلوا رعب متأخر في قلوب البلوز، والحزن الذي لا يطاق لن يجرح برناردو سيلفا، و100 مليون جنيه استرليني ميزانية لرافا. نروح للديلي اكسبريس الإنجليزية، مقاطعة اللاعبين للعنصرية نتمنى، اتحاد اللاعبين يناشد للتحرك لإيقاف الإساءة المستمرة، البلوز والمدفعجية يقون على فرصة صدام النهائي بينهم، ونداء القدر لموريسيو بوتشيتينيو. نروح للإندبندنت الإنجليزية، الفرق الإنجليزية تمضي قدما، السبيرز يتأهبون لحرب أياكس. نروح لأسبانيا ونشوف كتبوا إيه في أسبانيا، ونبدأ بالماركا. الماركا رودريجو أو صانع المراوغة، وده أبرز ما يميز صانع ألعاب ريال الجديد واللي بينضم للصفوف الملكي في الصيف المقبل. وقالت كمان صحيفة ماركا إن هي دي الطريقة اللي بيلعب بيها اللاعب المدريدي وفقا لأولئك الذين يعرفونه بشكل أفضل. وخمسة من خبراء كرة القدم البرازيليين الذين تابعوا اللاعب قالوا إن مراوغ قاتل ولا يخشى تحمل المسؤولية. موندو ديبورتيفو بتقول أولا لإنهاء الليجا، وطبعا الكلام واضح بالنسبة لبرشلونة، برشلونة يضع جانبا التفكير في نصف نهائي دوري الأبطال حتى يحسم الليجا القريبة منه، وثلاث مواجهات منتظرة قبل موقعة ليفربول، ويستقبل ريال سوسيداد وليفانتي وألافيز خارج الديار. ميسي على بعد ثلاث أهداف للوصول إلى الهدف رقم 600 مع البارسا. نروح لسبورت، تأثير دي ليخت وديونج، جوهرتي أياكس يذهلان العالم بجودتهما العالية بالرغم من العمر الصغير، وبرشلونة سبق الجميع وأغلق صفقة ديونج، وهو قريب جدا من إنهاء صفقة دي ليخت.
الأبطال تستعصي على جوارديولا بعيدا عن برشلونة. البطولة الوحيدة اللي حققها جوارديولا في دوري الأبطال كانت مع فريق برشلونة، بعديها فشل مع البايرن وأيضا فشل مع السيتي. نروح لأس الأسبانية، صفقة يوفيتش على وشك الانتهاء. ريال مدريد وفرانكفورت قريبين جدا من إغلاق الصفقة. صاحب 21 عام سجل 25 هدف في هذا الموسم. نروح لإيطاليا ونشوف مشاكل إيطاليا وكاتبين إيه في الصحف العالمية، ونبدأ بتوتو سبورت الإيطالية. ديبالا وإيكاردي صفقة لاثنين، وماروتا يقيم المبادلة الرائعة، إيجابيات وسلبيات براتشي. طبعا كلام أيضا على طبعا خيارات جديدة في مشروعات أليجري. البيانكونيري يتصدر قائمة الأندية الكبرى في دوري الأبطال من حيث الإصابات، وأليجري بالمناسبة باقي مع اليوفنتوس، وكان في اجتماع مع أنيلي رئيس اليوفنتوس بسبب وضع خريطة للموسم القادم من تعاقدات واتفاقات. نروح للكوريري ديلي سبورت الإيطالية، ونابولي يخرج أيضا، وإيطاليا تخرج من أوروبا بشكل عام. أرسنال فاز في سان باولو 1-0، لاكازيت ركلة حرة حاسمة، وإنسيني تم استبداله وخرج غاضبا، وأنشيلوتي النتائج ستأتي. لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، إنتر والهجوم الثلاثي دوري الأبطال، الفوز لتأمين المركز الثالث وترك منافسة بدون جوائز مالية. 2 بيليجريني خارج المراكز الأربعة الأولى، سيتعين على بالوتا بيعه للورينزو ويكلف 30 مليون، ده زائد إمكانية رادو زائد بعض الفلوس من المال. وثلاثة زيكو العيون في السوق على بوساجاردي لما بعد إيكاردي. طبعا الدوري الإيطالي بيتكلم على الانتر وأهدافه خلال الفترات اللي جاية، عن ثلاث أهداف زي ما قلت لحضراتكم. هنشوف إيه اللي هيحصل، يا إما طبعا دوري الأبطال ده رقم واحد، وبيليجريني وإيدن زيكو لاعب نادي روما. نروح لفرنسا ونشوف لكيب الفرنسية كاتبة إيه. طبعا الكلام على توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان وإمبابي، واللي طبعا زي ما احنا شفنا النتيجة الكبيرة اللي فريق باريس سان جيرمان خسرها كانت بخمس أهداف مقابل هدف، وأيضا الكلام على أولمبيك مارسيليا وحكم الفيديو زي ما حضراتكم شايفين في الدوري الفرنسي. تقنية الفار يا جماعة يعني بشكل كبير جدا جدا أنقذت كرة القدم من حاجات كتيرة جدا. طيب تعالوا نروح سريعا، خلصنا معاكم الصحف العالمية، تعالوا نروح إلى لقطة الأسبوع في دوري الأبطال. لقطة الأسبوع كانت في أو من يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في مباراة بورتو وليفربول، وكان في لوجو لفريق بورتو هيتعرض قدام حضراتكم على الشاشة حاليا، إنه بيحتفل ب 125 سنة على تأسيس نادي بورتو، وبالتالي يورجن كلوب كان حريص جدا إن هو ما يمشيش على اللوجو، وزي ما حضراتكم شايفين يعني مشي من جنب اللوجو. ده كان لقطة اليوم اللي حبينا نعرضها لحضراتكم، علشان يعني هنروح دلوقتي لفاصل سريع، وبعديها نرجع نكمل معاكم باقي أخبارنا وفيديوهاتنا. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد، وهنرجع معاكم ونعرف الجولات القادمة من حيث دوري أبطال أوروبا والدوريات الإنجليزية والأسبانية والإيطالية، والبداية من دوري الأبطال علشان نعرف حضراتكم مواعيد الجولات القادمة في نصف نهائي دوري الأبطال، والبداية من مباراة توتنهام هوتسبيرز وآيكس أمستردام، واللي هتكون يوم 33 إبريل إن شاء الله. يوم الأربع هيكون اللقاء الثاني من دوري الأبطال ومباراة برشلونة وليفربول اللي هتكون يوم 1/5. هنشوف مين اللي هيكون في النهائي، هل برشلونة ولا ليفربول ولا توتنهام ولا أيكس. نروح للدوري الإنجليزي ونفكر حضراتكم بجدول الترتيب بعد ما دخلنا في الخمس مواجهات الحاسمة أو الخمس جولات الحاسمة من عمر الدوري الإنجليزي. وليفربول متقدم في مباراة على مانشستر سيتي في المركز الأول ب 85 نقطة،
السيتي في المركز الثاني 83 نقطة، وتوتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث ب 67 نقطة، وأرسنال في المركز الرابع ب 66 نقطة، أما تشيلسي في المركز الخامس ب 66 نقطة بيتساوى مع نادي أرسنال، لكن فارق الأهداف بالنسبة لفريق أرسنال هو اللي مديله أفضلية. أبرز المواجهات في الدوري الإنجليزي واللي هتبدأ من بكرة إن شاء الله الساعة 1:30 بالتوقيت القاهرة، السيتي في مواجهة توتنهام الساعة 1:30 على ملعب الاتحاد، مواجهة قوية جدا نتمناها، مواجهة في صالح فريق توتنهام هوتسبيرز. يوم الأحد لقاءات قوية، إيفرتون ومانشستر يونايتد الساعة 2:30، أرسنال وكريستال بالاس، وكارديف سيتي أمام ليفربول. مباراة أرسنال وكريستال بالاس وكارديف وليفربول هتكون الساعة 5 بتوقيت القاهرة. نروح لهدافي الدوري الإنجليزي ونفكر حضراتكم بجدول ترتيب الهدافين. سيرجيو أجويرو في المركز الأول ب 19 هدف، يتساوى معاه لاعبنا المصري لاعب نادي ليفربول محمد صلاح 19 هدف. أما ساديو ماني موجود في المركز الثالث ب 18 هدف، وأوباميانج لاعب أرسنال ب 18 هدف بيتساوى مع ساديو ماني. أما هاري كين ورحيم ستيرلينج فكل واحد منهم عنده 17 هدف. نروح للدوري الإسباني واللي في طريقه إلى الحسم من قبل نادي برشلونة في المركز الأول ب 74 نقطة. برشلونة في المركز الأول ب 74 نقطة، يلي نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ب 65 نقطة، أما ريال مدريد في المركز الثالث ب 61 نقطة، وأشبيلية في المركز الرابع ب 52 نقطة، وختافي في المركز الخامس ب 51 نقطة. أبرز المواجهات اللي هتبدأ من بكرة إن شاء الله السبت، إيبار أمام أتلتيكو مدريد الساعة 4:15، وبرشلونة في مواجهة ريال سوسيداد الساعة 10:45. يوم الأحد باقي اللقاءات ريال مدريد وأتلتيك بلباو الساعة 4:15، أما ريال بيتيس وفالنسيا الساعة 9:15 أيضا يوم الأحد. نروح لقائمة هدافي الدوري الإسباني، ميسي بيتصدر على القمة منفردا 33 هدف في المركز الأول، يلي لويس سواريز 20 هدف، فارق 13 هدف، يعني بنتكلم ان ميسي بيلعب في دوري تاني لوحده بأهداف تانية لوحدها بأرقام قياسية تانية لوحدها. سواريز في المركز التاني 20 هدف، وكريستيان ستواني 19 هدف، وكريم بنزيما 18 هدف، ووسام بن يدر 16 هدف، وأسباس 15 هدف. نروح للدوري الإيطالي وجدول ترتيب الفرق الإيطالية، واليوفنتوس محتاج مباراة واحدة فقط للفوز علشان يتوج رسميا بدوري الأبطال، بالدوري الإيطالي عفوا، 84 نقطة. نابولي في المركز الثاني ب 67 نقطة، وإنتر ميلان في المركز الثالث ب 60 نقطة، وميلان في المركز الرابع 55 نقطة، وروما في المركز الخامس ب 54 نقطة. أبرز المواجهات اللي هتكون بكرة إن شاء الله في الدوري الإيطالي، بارما هيواجه ميلان الساعة 12:30 الظهر بكرة إن شاء الله، يوفنتوس وفيورنتينا الساعة 6، أما الساعة 8:30 إنتر ميلان في مواجهة روما. يوم الاثنين مواجهة قوية جدا ما بين نابولي وأتلانتا الساعة 7 بتوقيت القاهرة. نروح لجدول الأهداف أو جدول الهدافين ونشوف رونالدو فينه، ونشوف ايضا نجوم الدوري الايطالي فينهم واللي غايبين بقالهم فتره عن الصداره. طبعا فابيو كواليريلا لاعب سامبدوريا في المركز الاول ب 22 هدف، وكريستوف بيوتيك لاعب ميلان الحالي وجنوا السابق 21 هدف، مسجل 13 هدف مع جنوا و8 اهداف مع الميلان، ودوفان زاباتا لاعب اتلانتا 20 هدف، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 19 هدف، وميليتش لاعب نابولي 17 هدف، وإيمابولي لاعب لاتسيو 14 هدف. خلصنا مع حضراتكم كده أبرز المواجهات اللي هتكون موجودة بداية من بكرة، وما ننساش دوري الأبطال اللي هيبدأ على طول علشان ما نتحرمش دايما من المتعه والاثاره اللي بتكون موجوده في لقاءات دوري الابطال. نتمنى التوفيق لمحمد صلاح
في لقائه يوم الحد إن شاء الله أمام كارديف سيتي، ونتمنى التوفيق للفرقة الإنجليزية أمام فريق مانشستر سيتي علشان محمد صلاح يتوج بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخ مصر إن شاء الله، وبعد غياب دام 29 سنة في تاريخ ليفربول لم يتوجوا بلقب الدوري الإنجليزي، ولعيبة كتيرة جدا ولعيبة مميزة جدا 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 لم يحققوا هذا الإنجاز. ويعني احنا اكيد فاكرين اخر مره كان ليفربول قريب منها ساعه مباراه تشيلسي وليفربول لما ستيفن جيرارد اتزحلق في الكره الشهيره اللي اهدى بيها هدف لديمبابا ونجح تشيلسي في ابعاد ليفربول عن لقب الدوري الانجليزي الممتاز. هنروح معاكم للفيديوهات المتنوعه علشان نتابع معاكم اكبر قدر ممكن من الفيديوهات اللي بتنال اعجاب حضراتكم واللي بتكون معانا هنا فقط وحصريا على قناه الأهلي في برنامج وورلد سبورتس. هنبدأ معاكم من الشامبيونز ليج، هنبدأ معاكم من دوري الأبطال واحتفالات لاعبي أياكس أمستردام، مش بس احتفالات أياكس ده كمان احتفال أو الاحتفال اللي دام من جمهور أياكس أمستردام حتى استعدادهم من قبل المباراة وحتى وجودهم لنهاية المباراة والتفاعل الدام مع أهداف أياكس سواء هدف ماتيوس دي ليخت اللي أهلهم إلى قبل نهاية دوري الأبطال وحتى بعد النهاية مع حارس المرمى ومع اللعيبة، وكمان رايحين معاكم لغرف خلع الملابس علشان نشوف إزاي لاعبي أياكس احتفلوا بفوزهم المهم على نادي يوفنتوس في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا. تعالوا نشوف أياكس أمستردام وفوزهم وانتصارهم وصعودهم إلى دور قبل النهائي ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل لاعبي أياكس أمستردام وأيضا الجهاز الفني والإداري كمان جمهور أياكس أكيد كان فرحان بشكل كبير جدا من فترة بعيدة ما بنشوفش أياكس في النهائيات الأوروبية، وجودهم ما بين الأربعة الكبار في أوروبا في عام 2019 دي حاجة مميزة وتتحسب للنادي، وكمان وجود لعيبة مميزة على طريقة كرويف وحاجة زي ما احنا قلنا من ريحة كرويف هي دي مدرسة أياكس أمستردام اللي واحدة من أنجح المدارس كرة القدم في العالم وفي أوروبا، دايما بتطلع لعيبة مميزة على مر التاريخ، محدش ينسى كلايفرت ولا حد ينسى بيركم واحد من نجوم المنتخب الهولندي واحد واثنين من نجوم وسواء نادي برشلونه او نادي ارسنال الانجليزي. زي ما شفنا لقطات لفوز اياكس امستردام واحتفالات لاعبي اياكس، تعالوا كمان نشوف بقى توتنهام بعد الفوز الكبير والفوز اللي كان درامي في مباراه توتنهام ومانشستر سيتي واللي انتهت بفوز السيتي 4-3، لكن هدف السيتي او هدف توتنهام اللي كان في ملعب توتنهام هو ده اللي نجح وقدر يصعد بفريق توتنهام الى المباراه قبل النهائية في دوري الأبطال. تعالوا نشوف الاحتفالات وأيضا احتفال الغائب الحاضر هاري كين اللي أيضا احتفل على طريقته الخاصة، لكن هنشوف إزاي لعيبة توتنهام احتفلوا وبعديها هاري كين ونرجع نكمل مع حضراتكم. محمد صلاح لاعبنا المصري الكبير، محمد صلاح واحد من النجوم اللي بيشرفونا بره مصر، وزي ما احنا تابعنا محمد صلاح كان على غلاف مجلة تايمز الأمريكية وكأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، محمد صلاح واحد من ضمن 100 شخصية المؤثرين في العالم، وبالتالي كان في حديث خاص مع مجلة تايمز، الحديث كان باللغة الإنجليزية، هنشرح وهنسمع وهنشوف ازاي قدروا يجمعوا لقطات وازاي قدروا يعملوا حاجة في قمة الاحترام وحاجة في قمة الاحترافية، ونرجع نكمل علشان أقول لحضراتكم أبرز التصريحات اللي محمد صلاح قالها من خلال حديثه لمجلة تايمز الأمريكية. أبرز تصريحات محمد صلاح قال إن هو زي ما حضراتكم تابعتم أو ممكن يكون أخدت بالكم إن هو قال إن هو من قرية صغيرة في مصر وإن هو بدأ رحلة مع كرة القدم عن طريق منتخبات الشباب وأيضا انتقاله إلى بازل وبعد كده انتقاله إلى تشيلسي وبيحكي الرحلة الطويلة جدا اللي يعني من خلالها بقى نجم من نجوم عالم كرة القدم، واتكلم على الجزء الخاص بالمرأة وقال إن يجب على يعني على الجزء الشرقي أو الشرق الأوسط أو في أفريقيا إن هم يتم تغيير الفكرة في المرأة ويعني المرأة تاخد حقها أكتر ما متاخد في الفترة الحالية، وده كان كلام موجود على صفحات التواصل الاجتماعي منهم مؤيد ومنهم معارض، لكن في الأول وفي الآخر محمد صلاح هو حر في اللي هو بيتكلم فيه، هو لاعب محترف لاعب بيتكلم لما بيتكلم الكل بيسمعه وبالتالي هو لاعب مؤثر وكلامه على المرأة أكيد بيزيد احترام الغرب لنظرته لينا ونظرته للاعبينا المحترفين، وكمان اللعيبة المحترفة كلها كل واحد عنده مواقف إنسانية وبالتالي ده من المواقف الإنسانية اللي محمد صلاح أكيد يتكلم فيها والعالم
العالم كله اشاد بيها، لكن دايما احنا عندنا هنا السوشيال ميديا لازم يكون في مؤيد ومعارض، ما ينفعش ابدا نتفق على حاجه واحده، لازم يكون في مؤيد ومعارض. ودايما خالف تعرف على السوشيال ميديا المصريه والعربيه واللي موجوده كلها في الشرق الاوسط، عشان بس ما نعممش او عشان ما نخصش حد بالخصوص، لكن بشكل عام خالف تعرف هو ده السوشيال ميديا اللي موجوده ما بيننا. نروح لدوري الهواء وهدف على الطريقه المارادونيه. دوري الهواء بيكون فيه حاجات كثيره جدا جدا مستخبيه، بنحاول ان احنا نجيبها لحضراتكم ونبرزها لحضراتكم علشان تتابعوا معانا حلاوه وجمال الدوريات، وتعرفوا ان موهبه كره القدم مش بس موهبه موجوده في الملاعب العالميه وفقط موجوده قدام الكاميرات، لا هي موجوده في كل حته، عشان كده بنجيبها لحضراتكم وبنعرضها لكم. هنشوف هدف على طريقه مارادونا ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني هدف عالمي اكيد طبعا، هو مش متفق معاهم ولا هم متفقين معاه، لا هو فعلا عنده مهارات تخليه يعدي من اي حد، لكن زي ما حضراتكم شفتوا دايما انتوا اللي بتكونوا الحكم وانتوا اللي بتقولوا رايكم في الفيديوهات. اكيد كرات عنده مهارات يعني بتكون حاجه مميزه جدا، لكن ذكاء جوه الملعب ومهاره اعتقد ان ده شيء كبير جدا. المهاره اكيد حاجه رائعه، لكن لما بتعدي من واحد اكيد بتكون لقطه طيبه جدا، بتعدي من اثنين كلنا بنقول يا سلام، لكن لما بقى بتلبس لعيب كوبري بلغه الكوره اكيد دي حاجه بتكون وحشه قوي في حق اللعيب. لكن تخيلوا حضراتكم لو اثنين لعيبه اخدوا منك كوبري واحد في لقطه واحده، ازاي ممكن يعملوا ايه، او ازاي ممكن يكون تفكيرهم، او ازاي اللاعب ده فكر اصلا ان هو يجيله الفكر ان هو يعمل كده. تعالوا نشوف كوبري اثنين في واحد ونرجع نكمل مع حضراتكم. شفتوا ازاي الاثنين لعيبه وقفوا اتشلوا بعد الكوبري، يا عيني اتشلوا ما عرفوش يعملوا اي حاجه خالص، فانا لو مكانهم هعمل زيهم بالظبط او هطلب تغيير، يعني هو حاجه من الاثنين، يا هقف يا اما هطلب تغيير عشان منظري هيكون وحش جدا جدا بعد الكوبري. مباراه برشلونه ومانشستر الاخيره في دوري الابطال اكيد ميسي تالق فيها واحرز هدفين، هدف رائع جدا الهدف الاول، اما الهدف الثاني فكان فيه توفيق كبير جدا بعد خطا القاتل من دخيه. الهدف الاول كان هدف رائع، عدى من الاول والثاني وشوطه قويه جدا على يمين دخية، وبالتالي المعلق الداخلي او المعلق الخاص في الكابينه الخاصه بالمعلقين كان رد فعل جنوني. تعالوا نشوف التعليق على هدف ميسي من داخل ملعب الكامب نو ونرجع نكمل مع حضراتكم. بيعشقوا كرة القدم وبيعشقوا ميسي وبيعشقوا الأهداف الرائعة والجميلة، وزي ما حضراتكم شايفين كل ده كان على طبيعته، لا كان بيمثل ولا كان مصطنع ولا كان أي حاجة خالص، علشان كده دايما بنجيب لحضراتكم اللي حضراتكم مش بتشوفوه على شاشات التلفزيون، ده بيكون ما وراء الكواليس. كل أكيد أب بيحلم إن ابنه يطلع أحسن واحد في الدنيا، وأكيد دلوقتي بعد ما شفنا محمد صلاح وأسعار كرة القدم والفلوس اللي بتدفع أكيد كل واحد عايز ابنه يطلع لعيب كورة، لكن هل كرة القدم هل هي حاجة مكتسبة أم هي حاجة موجودة في الجينات وحاجة الواحد مولود بيها كموهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا بقول إن هي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكون عندك الموهبة لكن أنت بتنمي الموهبة، وبالتالي أب وابنه إزاي بقى بينموا مهارات بعض وبيعرفوا ان هم يعملوا اتصالات مع بعض في كرة قدم مشتركة رائعة جميلة. تعالوا نشوف ونرجع نكمل. لا ما شاء الله عليه كنترول وتحكم في الكرة بشكل غير طبيعي، اعتقد ده هيكون له شأن كبير جدا جدا في عالم كرة القدم، وده اكبر دليل واكبر مثال على كلام حضراتكم ان كرة القدم هي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكون عندك الموهبة وتنميها بشكل احترافي زي ما شفنا في رونالدو، واحد من احد المواهب اللي موجودة اللي اشتغل على موهبته وكبرها بشكل كبير جدا وبقى لاعب كامل عنده كل الصفات اللي موجودة في لاعب كرة القدم، مهارة وقوة وسرعة واحراز اهداف بالضربات الرأسية وعن طريق ركلات حرة، كل حاجة موجودة في رونالدو. والناحية الثانية ميسي واحد من اكتر اللعيبه الموهوبه في العالم اللي بيعرف يعمل كل حاجه في الكوره، تحس ان الكوره مربوطه في رجليه مش عايزه تبعد عنه من كتر ما هي بتحب رجلين ميسي. الدوري الروسي واحد الدوريات اللي اكيد مش بنتابعها بشكل دايم، لكن الاهداف العالميه المميزه في الدوري الروسي لازم نجيبها لحضراتكم علشان نشوفها، وهدف على طريقه الكابتن ماجد. تعالوا نشوف هدف رائع في الدوري الروسي ونرجع نكمل معاكم باقي الفيديوهات، خليكم معانا. وكمان كرة نسائية في الدوري الخاص بالسيدات في الدوري الروسي، تخيلوا حضراتكم خلفية مزدوجة على طريقة الكابتن ماجد في الدوري الروسي، كمان تكون عن طريق لاعبة، وبالتالي احنا عارفين ان كرة القدم يعني لعبة يعني بيعتمد عليها رجال بشكل كبير، لكن في الفترة الأخيرة كرة القدم النسائية ظهر بشكل كبير جدا في مختلف
المجالات، سواء في مجال الملاعب الكبيره وال11 ضد 11 او في الكره الخماسيه، وبالتالي كره القدم النسائيه ليها شان كبير جدا خلال السنين القادمه. المهاره بتزيد عند كره القدم النسائيه او عند البنات او النساء اللي بيلعبوا هذه اللعبه، وانا يعني متوقع ان احنا كده كمان سنتين ثلاثه اربعه هنكون بنتابعها بشكل دايم زي ما بنتابع كرة القدم الخاصة بها الرجال سواء دوريات أو بطولات عالمية. جواو فيليكس، وافتكروا الاسم ده كويس جدا جدا جدا، هو لاعب بنفيكا البرتغالي، واحد من اللعيبة الصغيرين في السن واللي بيتألقوا مع نادي بنفيكا في الفترة الأخيرة. سمعنا إن في كذا نادي بيحاول إن هو يتعاقد مع اللاعب، لكن بنفيكا بيغالي في المطالب الخاصة بلاعب جواو فيليكس، لكن في مباراته الأخيرة في الدوري البرتغالي أخوه الصغير هو أحد حاملين الكرات حوالين الملعب ملعب بنفيكا، وبالتالي جواو فيليكس بعد ما احرز الهدف يا ترى عمل ايه مع اخوه اللي هو واحد من حاملين الكور خارج الملعب؟ تعال نشوف جواو فيليكس بعد ما احرز هدف عمل ايه بعد احتفاله، ونرجع نكمل مع حضراتكم. اي هدف على طريق برشلونه زي ما حضراتكم شفتوا دايما التناغم والانسجام ما بين اي فريق موجود بيكون حاجه مهمه جدا، بيدي شكل جمالي داخل الملعب وبيطمن المدير الفني اللي موجود بره الملعب. لكن الموقف الطريف في الفيديو القادم هو هدف عكسي عالمي. اسوأ شيء ممكن يقابل كره القدم لما يكون في لاعب غشيم بيلعب قدامه، وبالتالي هو ده اللي قابل الحارس المرمى اللي موجود في دوري الهواء، وهنشوف ازاي المدافع الغشيم شويتين اتعامل مع الكوره. تعالوا نشوف هدف عكسي لكن بطريقه عالميه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما اتكلمنا على رونالدو الكبير وقلنا ان هو احد المواهب اللي اشتغلت على نفسها وقدر انه يطور نفسه بشكل كبير جدا وبقى واحد من اكثر اللعيبه المكتمله في العالم. رونالدو جونيور او ابن رونالدو واحد من اكثر المواهب اللي ليها مستقبل كبير جدا جدا في عالم كره القدم. هو واحد من ابناء واحد من لاعبين نادي يوفنتوس الايطالي اللي بيتالق في مرحله البراعم والناشئين. رونالدو جونيور ماكينه اهداف، بيقدر ان هو في مباراه واحده يحرز 6 اهداف، وبالتالي صورناها لحضراتكم او عرفنا نجيبها لحضراتكم علشان تشوفوا وتابعوا معنا الموهبه اللي هيكون ليها مستقبل كبير جدا في عالم كره القدم، اللي كمان رونالدو عارف يتعامل معاه وعارف يحطه على التراك الصحيح او المسار الصحيح لكره القدم العالميه. رونالدو جونيور تعالوا نشوفه ونرجع نكمل مع حضراتكم. النهارده معانا في الحلقه اهداف عالميه كتيره جدا من مختلف الدوريات، سواء دوري برازيلي او دوري روسيا او حتى في دوريات الهواء. علشان كده هنشوف هدف عالمي تاني، يعني مفيش احلى من كده، نشوف ونرجع نكمل معاكم باقي اهدافنا العالميه. هدف رائع وهدف عالمي، لكن ده كانت في الدوريات الاوروبيه. هنروح للبرازيل علشان نشوف هدف عالمي تاني لكن في الدوري البرازيلي، واكيد ماركه البرازيل بتكون حاجه ليها ريحه مختلفه وطعم مختلف. تعالوا نشوف هدف رائع في الدوري البرازيلي ونرجع نكمل مع حضراتكم. الدوري البرازيلي اكيد بيكون ليه طعم مختلف، حتى في اللغه اللي المعلق دايما بيعلق بيها على المباريات بتكون قمه في الاثاره وقمه في الجنون. من البرازيل بقى للارجنتين، لكن يعني خليفه مارادونا وخليفه ميسي وخليفه واحد يعني اكيد هيكون ليه مستقبل كبير جدا في عالم كره القدم، بنعرض لحضراتكم على قد ما نقدر مواهب مختلفه ومواهب كتيره جدا جدا، لكن في كره القدم في كره القدم الخماسيه موهبه على طراز مارادونا. تعالوا نشوف هدف مارادوني من موهبه ليها مستقبل كبير جدا في عالم كره القدم، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الفيديوهات، خليكم معانا. الهدف اللي جاي او الفيديو اللي جاي معانا ده هو فيديو انا هسيب لحضراتكم كل واحد يفهم ايه منه بالظبط. هو يعني في حاجه او في تركايه هقول لكم هتاخدوا بالكم منها في نهايه الفيديو، وبعد ما نرجع منه هشرح لحضراتكم يا ترى اللي فهمتوه صح ولا كان حد فاكر نفس القصه اللي احنا كنا فاكرينها في الاول لكن اكتشفناها في الاخر. تعالوا نشوف الهدف ونفهم ايه اللي حصل ونرجع نكمل معاكم باقي الفيديوهات. كرة القدم زي ما احنا اتكلمنا في كرة القدم النسائية في الملاعب الخضراء، الملاعب اللي بيكون فيها 11 لاعب ولاعبة، ايضا عندنا هدف رائع لكن في كرة الصالات، وطبعا هو هدف نسائي.
تكتيك رائع جدا. وزي ما قلت لحضراتكم ده بيأكد كلامي ان كرة القدم النسائية خلال السنوات القادمة هيكون لها شأن كبير جدا جدا من خلال المتابعة، من خلال طبعا التلفزيون او من خلال الماتشات اللي هيكون مذاعة على الهواء مباشرة او حتى على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف كرة القدم الصالات النسائية وهدف رائع نرجع نكمل مع حضراتكم. ونطير إلى المغرب مع واحد من نجوم منتخب المغرب في كأس العالم سنة 86، وأيضا واحد من اللعيبة اللي شاركوا مع منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت موجودة في مصر سنة 86، وحصل فيها منتخب المغرب على المركز الرابع في مباراة أكيد قوية كلنا فاكرينها، هي مصر والمغرب، واللي انتهت بفوز منتخب مصر 1-0 عن طريق الكابتن طاهر أبو زيد، هو نجم المنتخب المغربي الكابتن عبد المجيد المريسة. كابتن برحب بحضرتك على قناة الأهلي. شكرا يا اخي عمر ربيع. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يبارك فيك يا اخي عمر ربيع. طبعا يعني في البدايه عايز اتكلم مع حضرتك عن ذكرياتك في بطوله 86، بطوله الامم الافريقيه ومباراه مصر وحصول المغرب على المركز الرابع، اكيد كانت ذكريات مهمه جدا. حتى في السنه دي منتخب المغرب كان موجود في بطوله كاس العالم، وبالتالي هي سنه استثنائيه للكابتن عبد المجيد المريث. نعم، لقد لعبنا في الإسكندرية وكانت هناك 8 فرق في جميع الدوري، ومررنا إلى نصف النهائي وانهزمنا مع الفريق المصري 1-0 هدف طاهر أبو زيد. مظبوط، كان نجم المقابلة. تمام. طيب هل حضرتك شايف ان يعني دايما البطوله الافريقيه لما بيتم تنظيمها في مصر، هل شايف ان البطوله بتخرج بشكل منظم بشكل يليق بالكره الافريقيه بما ان حضرتك لعبت قبل كده في مصر؟ وهل حضرتك شايف ان مصر 2019 البطوله الافريقيه هل تتوقع عليها النجاح ان شاء الله؟ ان شاء الله عادي يكون نجاح كبير، لانه انا لعبت في مصر وكان لي الشرف ان اكون في مصر لان التنظيم كان جيد وقوي ومنظم بإحكام. هل حضرتك شايف فرص منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية؟ هل ممكن المغرب يكون من أحد المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة؟ وهل حضرتك ممكن ترشح أكتر من منتخب موجود زي السنغال، زي مصر، زي الجزائر، زي تونس، زي الكاميرون، زي نيجيريا؟ نعم، المغرب ستكون له كلمة كبيرة في هذا الدوري، في هذا النهائيات، لأنه يتوفر على لاعبين أكثر خبرة، أكثر مشاركة في 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 المقابلات الأوروبية، واكتسبوا خبرة وعندهم مدرب كبير ويلعبوا دائما بيناتهم، لعبوا مقابلات كثيرة، لعبوا مقابلات كثيرة بيناتهم، وعادي يكونوا إن شاء الله المغرب من بين الفرق اللي عادي تنافس على هذا الكأس إن شاء الله. هل حضرتك متابع وليد أزارو مع النادي الأهلي ومع منتخب المغرب؟ واللاعب أزارو حقيقة من اللي ولا في الأهلي أصبح نجم، أما في المغرب كان الأخذ والرد عليه، ولكن من اللي مشى الأهلي يستاهل يلعب الآن في الفريق المغربي. تتوقع مين ممكن يفوز بدوري الابطال؟ هل تعتقد برشلونه ولا ليفربول ولا توتنهام ولا اياكس يا كابتن؟ وهي اظن ان هي نهايه ربما قبل الاواني، لكانت نصف النهائي برشلونه ليفربول، ولكن تنظن بانه برشلونه هي اللي غادي تفوز ان شاء الله بهذه الكاس. رأي حضرتك في لعيبه العرب الموجودين في الدوريات العالميه، بتكلم على محمد صلاح، بتكلم على رياض محرز، وايضا بتكلم على حكيم زياشي مع نادي اياكس، رأي حضرتك وتقييمك لمستوى اللعيبه العرب في الدوريات الاوروبيه والعالميه، رأيك فيهم ايه يا كابتن؟ ورأيي انه محمد صلاح يعد من احسن اللاعبين على مر التاريخ في هذه الدوريات هذو، لأنه يتوفر على تقنية كبيرة جدا جدا جدا، وأتمنى له أن يكون نجم العالم إن شاء الله. عايز أعرف من حضرتك كلمة أخيرة لجمهور الجيش الملكي المغربي بعد الأحداث اللي حصلت في مباراة نهضة البركان، تحب تقول لهم يا كابتن؟ يا أخي جمهور الجيش المغربي في الثمانينات كنا نلعب كان من أحسن الجمهور، كان يتمتع بالليونة وأصبح الآن عنيف،
أتمنى له أن يرجع إلى الثمانينات وينظر مقابلة الثمانينات ويستفيد من الجمهور الذي كان يتفرج على اللاعبين الكبار كيف كان يدخلون مع أهلهم وأولادهم ويتفرجون بليونة. كابتن عبد المجيد بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في قناة الأهلي. كابتن عبد المجيد المريس نجم منتخب المغرب المشارك في كأس العالم 86 وأيضا المشارك في أمم أفريقيا واللي كانت موجودة في 86 والمغرب حصل فيها على المركز الرابع أيضا كمان في 86 والمونديال أول منتخب عربي يتخطى دور المجموعات في تاريخ مشاركات كأس العالم. نرجع معاكم تاني نكمل باقي الفيديوهات والفيديو القادم أو الفيديو اللي جاي معنا ده فيديو غريب جدا هو لمشجع مجنون لجمهور ريفر بليت. تخيل حضراتكم ايه ممكن يعني اكتر فكر يجي لمشجع بيحب نادي اكتر حاجه ممكن يعملها فكره مجنونه تكون موجوده معاه وملازماه طول عمره لهدف او بطوله هو بيحبها او دايما هي عزيزه وغاليه عليه. انا مش هحرق على حضراتكم الفيديو، احنا هنشوفه ونتخيل ونتوقع ونشوف هل فعلا ممكن حد يكون فكر في نفس الفكره دي ولا هو تفكيره مختلف وبره الصندوق فعلا زي ما احنا كلنا قلنا. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. طبعا كلكم اخذتوا بالكم ان هو اغلى بطوله لفريق ريفر بليت باهدافها احتفظ بيها على تاتو او وشم موجود على رجليه كل ما يحب يتفرج على اهداف البطوله الغاليه اللي هو بيحبها يحط الموبايل على الباركود علشان يوديه اللينك للاهداف وللاحتفالات اللي بيحبها وده جنون كره القدم علشان كده هي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم. نروح لاخر فيديو موجود معنا في فقره الفيديوهات المتنوعه وهو هدف على طريقه زلاتان ابراهيموفيتش اللي اكيد هدفه بالكعب بقى ماركه مسجله باسمه واللي يجي بعديه يتسمى باسمه. تعالوا نشوف هدف على طريق زلاتان ونرجع نكمل مع حضراتكم وهنروح بعديها للاخبار لكن شوف هدف زلاتان ونرجع نكمل معاكم. هنريح شويه مع حضراتكم وهنروح لفاصل وبعديها نرجع نكمل معاكم باقي اخبار الكره العالميه ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. يلا نروح لفقرة الأخبار العالمية والبداية مع الكاف والكاف يقرر تطبيق تقنية الفار في أمم أفريقيا 2019 وعلى ما أعتقد هتكون من الأدوار الإقصائية مش من دور بداية المجموعات لكن هنشوف هل هيتم تطبيقه على كل البطولة ولا على فقط الأدوار الإقصائية. رسميا ميسي أفضل لاعب في الأسبوع بدوري الأبطال بعد ما أحرز هدفين في مرمى مانشستر يونايتد وساهم في صعود برشلونة إلى دور قبل النهائي. بوتشيتينيو المدير الفني لنادي توتنهام علينا أن نكون متواضعين لأننا هزمنا مانشستر سيتي ده كمان كلام مهم جدا قبل المواجهة المرتقبة بكرة ما بين الناديين والمواجهة الثالثة في 10 ايام ما بين الناديين سواء في دوري الابطال او في الدوري الانجليزي. رونالدو سيغادر نادي يوفنتوس قبل عام 2022، هل هنشوف الكلام ده صح ولا غلط؟ مورينيو يرفض عرضا لتدريب روما بالموسم المقبل، اعتقد ان الدايره بقت ضيقه جدا جدا على مورينيو وان فرص وجوده في فرق كبرى مش كتيرة باستثناء نادي بايرن ميونخ. نروح لبيلد الألمانية فيليب لويس متمسكا ببرشلونة رغم اهتمام بروسيا دورتموند. يورجن كلوب وكلامه عن محمد صلاح هو قدوة للجميع في مختلف الأشياء وده بعد الكلام اللي قال هناك خلافات ما بين صلاح وكلوب واللي من بعدها طلب محمد صلاح رسميا مغادرة ليفربول بنهاية الموسم الحالي وكلام يوجن كلوب ده بيدل على نفي كل التصريحات اللي اتكلمت عنها وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الأخيرة. ندومبلي يقترب من يوفنتوس الإيطالي مقابل 60 مليون استرليني. وجيمس ميلنر عن برشلونة بالطبع يمكننا الفوز عليهم لكن الكلام كله مش يعني ميلنر مش بالكلام أهم حاجة الفعل داخل الملعب. أمري بطولة يوروبا ليج تعطينا الكثير من الفرص، يوناي أمري بيتمنى تحقيق البطولة مع نادي أرسنال ويحقق أول بطولة مع أرسنال أوروبيا هذا العام.
بيدرو وكلامه عن تحقيق الدوري الأوروبي، وقال إن هو ده الهدف الرئيسي لي ولفريقه بشكل عام، إنه يحقق البطولة الأوروبية مع تشيلسي. نروح لتصريح من برنابيو ديجيتال، قد يكون هذا هو الموسم الأخير لإسكو مع ريال مدريد. ما أعتقدش، إسكو موجود مع الريال بيتألق تحت ولاية زين الدين زيدان، والكلام ده لو كان سولاري هو اللي كان موجود كنت هقول لك صح، لكن لوجود زيدان أعتقد أن كل حاجة ممكن تتغير. تقارير أسبانية، ماريانو دياس سيغادر ريال مدريد في الصيف القادم. أنا أعتقد أن ده ممكن يحصل، صفقة أخذت أكبر من حجمها، واللاعب أصلا لا يشارك مع ريال مدريد بسبب الإصابات وأيضا عدم الانسجام وعدم وجوده بشكل مستمر مع فريق ريال مدريد. تير شتيجن، دائما أفضل اللعب بجانب ميسي بدل من اللعب ضده. أكيد طبعا كلنا يعني نفضل اللعب بجانب ميسي، مين ما يحبش أنه يلعب جنب ميسي وأنه يفضل أنه يلعب ضده. أي حد يلعب ضد ميسي بيكون عرضة أنه هو يخسر وأنه هو يبقى منظر وحش قوي قوي قوي. ماركا الأسبانية، برشلونة بدأ بمتابعة ريتشارلز. طيب، في مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريتشارليسون، ده برشلونة بدأ إن هو يتابعه وممكن يتفاوض ويتعاقد معاه خلال الموسم القادم. كونتي، سأختار المشروع الذي يقنعني والإعلان عن وجهتي يونيو المقبل. كونتي هو المدير الفني السابق لنادي تشيلسي، وطبعا يعني بقاله موسم بعيد عن التدريب، وبالتالي هو هيختار وجهته المقبلة من الموسم المقبل. خلصنا معكم بعض الأخبار العالمية، تعالوا نروح لبعض الأخبار الخاصة بلاعبينا المحترفين علشان نتابعهم ونشوف أخبارهم في الفترة اللي جاية أو في الفترات السابقة. وأول خبر عن محمد صلاح، ووكيل أعمال محمد صلاح بيكشف حقيقة الرحيل عن ليفربول. طبعا رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح اتكلم وقال ان مهاجم ليفربول محمد صلاح، ان في كلام على ان صلاح عايز او بيبدي رغبته في الرحيل عن النادي الانجليزي بعد انتهاء الموسم الحالي، وده بعد محادثات جمعته ما بين يورجن كلوب. قال ان المسؤولين وعدوا اللاعب، هو الكلام اللي اتقال ان محمد صلاح حصل مشكله بينه وبين كلوب، وبالتالي ده مش صحيح، لكن اللاعب هنا في كلام بيقال على لسان رامي عباس ان لو اللاعب في نهاية الموسم الحالي جاله بعض العروض القوية، بنتكلم في برشلونة بنتكلم في ريال مدريد، ان فريق ليفربول يسهل عملية انتقال اللاعب من فريق ليفربول الى الدوري الاسباني. رامي عباس كمان اتكلم وقال على لسان موقع تاك سبورت، قال انه ان 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 محمد صلاح وخبر الرحيل اصلا ده لا اساس له من الصحة. ورامي عباس قال ان بعد ما نشر تغريده على حسابه في تويتر قال فيها ما معناه ان صحيفه اس تروج مره اخرى الشائعات، مضيفا انا اتابع ذلك. ووكيل اعمال اللاعب المصري طبعا دخل قبل كده في حرب مع صحيفه اس لما نشر التقرير، قالت فيه ان صلاح ممثل صلاح عرض خدمات لاعبه على برشلونه مشيرا الى انه مستعد لبدء المفاوضات. وبعديها رامي عباس نفى كل الكلام اللي موجود في صحيفه اصل، لكن الكلام الرسمي والصح انه في حاله تقديم عرض لمحمد صلاح هيكون بعض التسهيلات اللي موجوده من نادي ليفربول للاعبنا المصري. لسه مكملين مع صلاح، وعاده صلاح السيئه تصل الى لعبه فيفا 2019. كان في طبعا يعني بنتكلم على الفيفا، كلنا بنلعب فيفا وكلنا عارفين وجود محمد صلاح في الفيفا، واحد من اكثر اللاعبين المهمين في لعبه فيفا. ومحمد صلاح نجمنا المصري تعرض لانتقادات كبيره جدا بعد تمثيله السقوط في مباراه فريق ليفربول امام كريستال بالاس في الدوري الانجليزي، وبعديها صلاح السقوط في منطقه الجزاء بطريقه واضحه خلال مباراه الفريق امام كريستال بالاس، يحتسب الحكم مباراه خطا ضده. دي طبعا راحت اتنقلت للفيفا على طول وراحت للفيفا على طول، وبالتالي كان في بعض الانتقادات لشركه اي سبورتس اللي على طول حدثت اللعبه بوقوع محمد صلاح داخل منطقه الجزاء وبقت حاجه من لازماه في الفيفا. وانا على ما اعتقد ان في الايام اللي جايه شركه اي سبورتس هتعدل هذه التقنيه في لعبنا المصري محمد صلاح. نروح للنني، والنني يعلق على تاهل ارسنال لنصف نهائي الدوري الاوروبي. محمد النني علق وقال انه
على حسابه الشخصي تويتر قال ان ليله خميس عظيمه الى المرحله المقبله. محمد النني شارك في مباراه الامس كبديل في الدقيقه 61 بعد خروج زميله تشاكا اللاعب السويسري. نروح للسعوديه وحسين السيد بديلا لعبد الشافي في اهلي جده. كشفت صحيفه الرياضيه السعوديه ان اللاعب المصري حسين السيد المحترف ضمن صفوف الاتفاق وقع لاحدى الشركات المتخصصه في تسويق اللاعبين والتعاقدات الرياضه بالمملكه. وقالت الصحيفه ان الوكيل الجديد للظهير المصري حسين السيد يسعى حاليا لاقناع اداره نادي اهلي جده بالتعاقد مع لاعب الاتفاق خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله في ظل تقدم عمر اللاعب محمد عبد الشافي صاحب ال 33 عاما. لكن زي ما احنا عارفين ان حسين السيد بتنتهي اعارته في الموسم الحالي وعقده بينتهي مع الاهلي في يونيو 2020. لسه مكملين مع الاخبار العالميه في اخر وقت متبقي لينا في الحلقه. هنروح معاكم لبعض الاخبار المهمه والبدايه من أليجري وتعليقه على رحيل رونالدو بعد الفشل الأوروبي الأخير. رونالدو بعد الفشل الأوروبي الأخير ده، في بعض التقارير إن قالت إن يوفنتوس أو رونالدو ممكن يرحل عن يوفنتوس، لكن أليجري قال إن رونالدو مستقبل يوفنتوس، وقال إن رونالدو عنده زمايل رائعين جدا وإنه هيستمتع بالشيء الموسم المقبل. وده كان من ضمن الكلام اللي بيتكلم عليه أليجري من خلال موسم سيء مع فريق اليوفنتوس، بيخرج من كاس ايطاليا وايضا بيخسر السوبر الايطالي وايضا بيخرج من الشامبيونز ليج، وهيحصل او في طريقه للحصول على الدوري الايطالي لو فاز بكره على فيورنتينا في الدوري الايطالي. رونالدو طبعا نفس الشيء، هو كان محبط جدا، ورونالدو قال انه كان محبط مثل اي فرد من افراد نادي اليوفنتوس، لكنه بيسعى الى الفوز مع فريق اليوفنتوس بدوري الابطال من خلال الموسم القادم. محدش ينسى ان رونالدو انتقل الى اليوفنتوس مقابل 130 مليون يورو بعقد يمتد لاربع سنوات. انا اعتقد ان دي اخر محطه اوروبيه بالنسبه لرونالدو من خلال وجوده مع نادي يوفنتوس. كوتينيو يوجه رسالة لأنصار أو لجماهير ليفربول قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة، وكوتينيو هيعود لملعب الأنفيلد في أولى المواجهات ما بينه وما بين نادي برشلونة وليفربول، وكوتينيو هيعود إلى ناديه القديم من جديد. وكوتينيو يعني سألوه إيه أهم لحظاتك الأوروبية اللي أنت لا يمكن تنساها مع نادي فريق ليفربول، قال في مباراة سبارتاك موسكو والمباراة اللي انتهت 7-0 في ديسمبر 2017 وده نجح فيها كوتينيو ان هو يحرز 3 أهداف، وده كان يعني اتكلم على لحظاته الرائعة ونسي هدفه في شباك مانشستر الرائع اللي احرزه مع فريق برشلونة. لكن ذكريات كوتينيو مع ليفربول اكيد هتكون ليها ذكريات مختلفة. ليفربول هو احد الاسباب اللي خلى كوتينيو واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين في العالم، واحد الصفقات الغاليه اللي بتتعدى ال 100 مليون يورو في عالم كره القدم. كمان هنشوف بقى تعامل فريق ليفربول او جمهور فريق ليفربول مع كوتينيو واستقبال كوتينيو في الملعب. عايز اقول لحضراتكم ان برشلونه بيعمل حاجه سيئه جدا هذا الموسم، وهي انه دايما بيرفع اسعار التذاكر الخاصه بالجمهور المنافس ل 120 يورو، وبالتالي جمهور او اداره ليفربول اتعاملت بالمثل مع اداره برشلونه ورفعت هي كمان التذكره علشان يوصل ثمنها ل 120 يورو، ده رقم كبير جدا في عالم شراء تذاكر في لقاءات دوري الابطال. نروح لاياكس وبعد الانجاز الاوروبي هديه من الاتحاد الهولندي لاياكس، وهي دي الاتحادات وقيمه الاتحاد الهولندي او قيمه اي اتحاد يعني بيتعاون مع النادي اللي بيمثله في البطولات الاوروبيه، ان على طول بعد الانجاز الاوروبي اللي حققه نادي اياكس امستردام بصعوده الى دور قبل النهائي، الاتحاد الهولندي اجل مباراه اياكس امام فريق جرافشكاب المهدد بالهبوط من يوم 28 ابريل، وده قبل يومين من رحلته الى لندن. لكن الاتحاد الهولندي قرر تغيير مواعيد مبارياته الجوله قبل الاخيره في الدوري، وبدا علشان يمتد الموسم حتى يوم 15 مايو، وهو ده قيمه الاتحاد اللي دايما بيكون حريص على مصلحه بلده او مصلحه الفرق المشاركه في البطولات القاريه، بتكلم على افريقيا، بتكلم على اوروبا، بتكلم على امريكا الشماليه، بتكلم على اسيا، اي اتحاد بيعرف او بيكون عارف ان فريقه في طريقه لانجاز قاري
يضع الاتحاد وضع الفريق الى انجاز يتحسب الى النادي والى الاتحاد اكيد طبعا لازم يتعاون معاه بشكل سريع جدا جدا. لسه مكملين معكم باقي الاخبار وقميص ليفربول الجديد، وبيكون ليه صدفه او هو تفاصيل تاريخيه وتكريم بالمدرب الانجح. كلنا شفنا شكل تيشيرت فريق ليفربول الجديد اللي طبعا ليه ذكريات من السبعينيات، وزي ما حضراتكم شايفين ان ليفربول اعلن عن قميصه الجديد واللي بيحتوي على تفاصيل متعلقه بتاريخ النادي. طبعا ده في اشاره الى بوب بيزلي، وزي ما حضراتكم شايفين هو ده بوب بيزلي اللي القميص ليفربول الموسم القادم هيكون له ذكريات سواء تاريخيه وخاصه بتيشيرت السبعينيات او الستينيات او لبوب بيزلي هو ده الذكرى المئويه لميلاده. خلصنا مع حضراتكم كل حاجه خاصه بالكره العالميه، وصلنا معاكم لاخر الاخبار. ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الجمعه اللي جايه في نفس الميعاد. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.